مرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمتابعين. اليوم سوف نتحدث عن التطورات الأخيرة في المشهد الليبي، والتي تشير إلى أن الوضع يبدو أنه مرشح للانفجار في أي لحظة، على ضوء المؤشرات التي تنبئ بمواجهة عسكرية وشيكة بين ميليشيات مسلحة موالية لرئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي ينظر إليه البعض أو ينظر إليه البعض على أنه منتهية ولايته بمجرد تعيين فتحي باش آغا رئيسا للحكومة، وبين ميليشيات منافسة لها داعمة للرئيس الحكومة فتحي باش آغا. طبعا أسامة الجويلي هو آمر المنطقة الغربية العسكرية ورئيس جهاز المخابرات العسكرية، الذي أقاله عبد الحميد الدبيبة عند محاولة باش آغا الدخول إلى طرابلس. المحاولة مستمرة من باش آغا للدخول إلى العاصمة الليبية طرابلس لمباشرة مهامه، لكنه لم يتمكن حتى الآن، حيث حاول للمرة السابقة وحدثت مواجهات في داخل العاصمة، هرب على إثرها من العاصمة أو خرج من العاصمة، والآن من جديد محاولات جديدة. وقد صرح أسامة الجويلي آمر المنطقة الغربية ورئيس جهاز المخابرات العسكرية بأنه قد يضطر مكرها إلى استخدام القوة لتمكين باش آغا من دخول العاصمة طرابلس ومزاولة مهامه، مؤكدا رفضه لاستخدام القوة للحفاظ على السلطة أو التمسك بها، لكنه لا يدافع عن أشخاص، إنما هو ينتصر لمبدأ التداول السلمي للسلطة، مشيرا إلى أن عبد الحميد الدبيبة يعتبر غير شرعي حاليا، وأن هو كرئيس الحكومة انتهت صفته القانونية بتعيين فتحي باش آغا. هذه التصريحات قوبلت بتصريحات من الطرف الآخر، وهو العميد محسن الزويك رئيس ميليشيات دعم الدستور والانتخابات، الذي أكد بأنه سيكون الرد عسكريا وعلى الأرض على أي تحركات عسكرية من جانب الطرف الآخر، ولن يكون الرد عبر وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن حكومة باش آغا تعتبر حكومة موازية وليست حكومة شرعية. هذه التصريحات والتصريحات المتبادلة والاتهامات المتبادلة تزايدت في الفترة الأخيرة وتطورت في ظل استعراضات عسكرية من الجانبين وحشود عسكرية يتأهبون فيها للدخول في صراع مسلح داخل العاصمة الليبية طرابلس، والذي قد يهدد أمن واستقرار العاصمة. وتتواصل حرب التصريحات بين ميليشيات دبيبة وباش آغا، على الرغم من الهدنة التي تم الاتفاق في اجتماع لهما مؤخرا، وعلى الرغم من التحذيرات الدولية من تداعيات الدخول في قتال جديد. أعزائي المشاهدين والمتابعين، وللمزيد من المعلومات حول أطراف الصراع المسلح والصراع السياسي في ليبيا، نستعرض معكم معلومات عن أطراف الصراع. عبد الحميد الدبيبة هو رئيس الوزراء الليبي لعام 2021، انتخبه ملتقى الحوار الليبي لهذا المنصب بتاريخ 5 فبراير 2021 في مدينة جنيف، حاصلا على 39 صوتا. وهو رجل أعمال وسياسي ليبي حاصل على ماجستير في الهندسة من كندا، ورئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للتنمية والاستثمار القابضة، كما أنه مؤسس ورئيس تيار ليبيا المستقبل. أزمة عبد الحميد الدبيبة مع البرلمان. في 20 سبتمبر 2021 تقدم 41 نائبا ببرلمان طبرق الليبي بطلب لرئاسة البرلمان من أجل سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة،
وفي 21 من سبتمبر أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، حيث صوت 89 من أصل 113 نائبا على سحب الثقة، لكن المجلس الأعلى للدولة ومقره طرابلس أعلن رفضه إجراءات سحب الثقة، مشيرا إلى أنها باطلة لمخالفتها الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، ويعتبر كل ما يترتب عنها باطلا. وفي أغسطس 2021 لوح رئيس مجلس النواب عقيل الصالح بإمكانية نظر المجلس في مسألة سحب الثقة من الحكومة، منتقدا أداء الحكومة فيما يتعلق بتوحيد المؤسسات وتوفير متطلبات المواطنين من الغذاء والدواء والكهرباء والمصالحة الوطنية والاستعداد للانتخابات. وفي 10 فبراير 2022 عين البرلمان فتحي باش آغا رئيسا للوزراء خلفا للدبيبة، بينما لم يعترف الأخير بذلك وأعلن استمراره في منصبه، وهو الأمر الذي أيدته الأمم المتحدة أيضا. ولد فتحي علي عبد السلام باش آغا في 20 أغسطس 1962 في مدينة مصراتة الليبية. في 2011 التحق بالمجلس العسكري رئيسا لقسم المعلومات، انتخب لعضوية مجلس النواب عن مدينة مصراتة عام 2014، وقرر مقاطعة مجلس النواب ضمن مجموعة من نواب مصراتة. رشح في 2015 لرئاسة مجلس الدفاع والأمن القومي بحكومة الوفاق، واعتذر عن قبول المنصب. في 2016 شارك في لجنة الحوار السياسي عن مجلس النواب، وفي أكتوبر 2018 قررت حكومة الوفاق تكليفه بمهام وزير الداخلية. رشح لمنصب وزير الداخلية في 7 أكتوبر عام 2018، بعدما أصدر رئيس مجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فاز السراج قرارا بتكليفه بمهام وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني خلفا للعميد عبد السلام عاشور. في 10 فبراير 2022 صوت مجلس النواب الليبي بالإجماع على تكليف فتحي باش آغا بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة عبد الحميد الدبيبة، الذي سحب البرلمان الثقة منها في سبتمبر 2021. وفي الأول من مارس 2021 منح مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق الثقة لحكومة فتحي باش آغا بأغلبية 92 صوتا من أصل 101 كانوا حاضرين في الجلسة. وفي 3 مارس 2022 أدى باش آغا وعدد من وزرائه اليمين الدستورية في مقر البرلمان بطبرق، بينما غاب أكثر من 13 وزيرا عن أعداء اليمين بسبب منعهم من السفر إلى طبرق من قبل قوات تابعة لحكومة الوحدة الوطنية. لكن حتى الآن لم يسلم عبد الحميد الدبيبة السلطة لباش آغا وسط تمسك الدبيبة بشرعية حكومته. وتشير آخر الأخبار إلى أن الجيش الليبي ينفي أي تحرك عسكري له ناحية الغرب لدعم باش آغا، كما أن مجلس الأمن قد مدد ولاية بعثة الأمم المتحدة لثلاثة أشهر إضافية. نتمنى أن تكون هذه الأخبار الأخيرة هي مؤشر لإنهاء هذا التصعيد، وأن يعود أطراف الصراع في ليبيا إلى طاولة المفاوضات والحوارات، ويتفقوا على موعد محدد ومناسب لإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية، حتى يخرجوا من عنق الزجاجة ويغادروا أي عوامل لإشعال الفتيل بين الميليشيات المسلحة، والتي من شأنها التحول إلى حرب أهلية لا سمح الله. الحوار والحوار وحده والدخول في انتخابات تنافسية مباشرة هو الحل الوحيد لكل الأزمات هذه، حتى يتوصل الجميع إلى التداول السلمي للسلطة المرضي للجميع، والذي سوف يفوز بالانتخابات حينها يمكنه تشكيل الحكومة. وشكراً.